حرب الخلافة قربت من ذروتها، وموت الأمراء أقرب مما تخيلنا. ما هي خطة هالكنبر؟ وهل هناك أمل في إيقاف هذه الحرب كما قال كورافيكا؟ الأمير التاسع هالكنبر أمير مسالم أرغم على المشاركة في هذه الحرب وقتل إخوته. حاول الانسحاب من الحرب ورفض أن يقبل عرشا دمويا، لكن والده أخبره إن أراد أن يغير هذه المملكة ويوقف الحرب فيجب أن يصبح ملكا أولا. وفي هذا الفصل يبرهن هالكنبرغ على عزيمته لتغيير هذه المملكة وإنهاء دائرة العنف وحرب الخلافة للأبد. فما هي خطته الكاملة وهل سيستطيع فعلها؟ مرحبا بكم في مراجعة الفصل 403، وبدون مقدمة لنبدأ مباشرة. قبل كل شيء يجب أن نشرح قدرة هالكنبرغ التي ستساعدكم في فهم ما فعل هذا الفصل. بعد حديثي مع أبيه تفاعلت قدرة هالكنبرغ عن طريق وحش النين خاصته. وحش النين أعطاه النين، لكن القدرة تفاعلت من عند هالكنبرغ بسبب مشاعره للفوز بالخلافة. وحش النين هالكنبرغ معزز، وفي ظهوره الأول أعطى لجنود الأمير الأوفياء علامة ريشة في يدهم، وفعل النين عندهم وحتى تلاعب بذكرياتهم. ليس هذا فقط، بل هو معزز من النوع التكافلي. هذا يعني أنه يعطي قوة نين أكبر كلما زاد عدد تابعي الأمير أو حاملي الريشة، وكلما زاد عددهم ازدادت قوتهم الفردية. وحينما يجتمعون حول الأمير تصل قوتهم الجماعية لأعلى مستويات نين على الإطلاق. بعد خروج الأمير من غرفة أبيه وعزمه على إكمال الحرب، حصل على قدرة خاصة وهي قدرة اسمها لديسونونس، كناية عن فرقة أوبرا لا يملكون مايسترو وكلهم سواسية، وهذا مثال واضح لعلاقة الأمير مع أتباعه. وأيضا اسم القدرة بالكانجي هي الفتى الذي يصوب قوسا مأساويا، وهي مقتبسة من كتاب يحكي قصة صبي يستمر في رفض حب والدته وينتهي به الأمر بقتل إخوته وأبيه بقوس وسهم. مجددا اختيار دوغاشي للأسماء ليس عبثا أبدا. الآن كيف تعمل قدرته وكيف استخدمها في هذا الفصل؟ بمساعدة تابعيه الأوفياء تصبح هالتهم درعا له يحميه وسهما يخترق أعداءه، فتتجسد هالته كقوس يرسل سهما ويطلقه نحو العدو. هذا القوس، ولأنه يجمع هالة تابعيه المجتمعة، يصبح لا يقهر ويخترق أي دفاع. والقدرة لا تنتهي هنا، بل السهم يخترق العدو ويجرده من إرادة جسده، والمقابل هو جسد واحد من أتباعه. مثلا شيكاكو حينما تعرض لهجوم السهم لم يطرأ عليه أي تغيير خارجيا، لكن واحد من جنود الأمير سوميدوري أغمي عليه ووعيه انتقل إلى شيكاكو. انتقال الوعي يعني أن جسد شيكاكو بقي كما هو بنفس ذكرياته، لكنه فقد إرادته فيه، فأصبح حارس الأمير هو المتحكم في الجسد مع إبقاء كل الذكريات. وحينما استحوذ عليه لم يمت، لكن في نفس الوقت لم يكن معروف أين ذهب وعي شيكاكو. ما نعرفه عن القدرة أنها تختار حارس أو تابع عشوائي للأمير وتنقل وعيه إلى العدو. أما حارس الأمير يدخل في حالة أشبه بالنوم ولا يعود إلى جسده حتى يموت جسد العدو. وفي كل مرة يستخدم الأمير السهم والقدرة تحصل هزة كبيرة يحس بها أغلب مستخدمين في السفينة. في آخر فصل عرفنا أن بالساميكو يجهز نفسه للقضاء على الأمير التاسع بسلاح فتاك ينقل العدوى. يستغل بالساميكو فرصة وجود الأمير في الحجز وبعيدا عن حراسه، لكن خلال طريقه إلى مكان وجود الأمير يلتقي بفيكت. فيكت تم إرساله من الأمير الأول سابقا بعد موت شيكاكو، لكنه اختفى من الأنظار. وفي نفس تلك الفترة حصلت هزة رابعة. يحس بالساميكو بهزة استخدام هالكنبرغ لقدرته، لكنه يقول مستحيل، فهم يعرفون أنه يحتاج لحراسه كي يمدوه بالهالة. يكلم فيكت بالساميكو بلغة الإشارة العسكرية كي يشتت انتباهه، بينما في جانب المقابل يظهر هالكنبرغ وهو محاط بـ 12 شخص ويطلق السهم على بالساميكو. كما قلنا سابقا، فوحش الأمير يعطي ريشة لكل من هو وفي للأمير، وقبل أن يحصلوا على الريشة يغمى عليهم كما حصل سابقا مع الأمير، وبعدها تحدث ذاكرتهم عما حصل. وكما عرفنا أن الناس يحبون الأمير وعنده تابعين مخلصين غير حراسه،
فالذي حصل هنا فهؤلاء هم تابعين يحبون الأمير التاسع، وسبق تلعب بهم وحش النين وأصبحوا تابعين للأمير، وهكذا استطاع الأمير استخدام هالتهم لاستخدام قدرته. سرعة السهم كما قال بالساميكو تجعله لا يخطئ الهدف، وحتى كون الأمير درس الفيزياء وهوايته الرماية يجعله محترف، وهذه الصورة توضح ما حصل وكيف رمى السهم. توغاشي لا يظهر نتيجة السهم مع ذلك، وينتقل بنا إلى الأمير الأول في صباح يوم الأربعاء وقبل أن يحصل على رسالة كاتشو التي ظهرت في الفصل السابق. يستغرب بنيامين أن المحاكمة تم تأجيلها، جهات الادعاء اللي هي بالساميكو احتجوا بعدم استعدادهم، بينما جهات هالكنبرغ تدهورت صحته، وهذا ما قال كايزر في الفصل السابق. وهنا يشك بنيامين أن مهمة اغتيال هالكنبرغ لم تنجح، أن بالساميكو تم الاستيلاء عليه. بنيامين استطاع أن يحلل جزءا من طبيعة قدرة هالكنبرغ وأنها لا تقتصر فقط على حراسه. يظن بنيامين أن بالساميكو تعرض للهجوم ويكلمه من غير إرادته، ولكي يتأكد من الموضوع يخبره أن لا يعود إلا وعنده دليل بالقضاء على هالكنبرغ، وإلا سيتهمه بالتواطؤ مع هالكنبرغ في محاولة انقلاب عليه، وسيطبق القانون العرفي ويعدمهما معا. شيئان مهمان، أولا وهو ذكاء الأمير الأول، ولو أن تحليلاته جاءت بمساعدة بالساميكو لكنه ذكي إذا حصل على المساعدة. وأيضا أشيد صرامته هنا، في هذه اللحظة بنيامين سيضحي بيده اليمنى بسبب الأمير التاسع، أظن هذا الموضوع سيصعب عليه إكمال الحرب بدون مساعدة. أما الشيء الثاني وهو مجددا القانون العرفي الذي يريد بنيامين استخدامه متى ما سنحت له الفرصة ويريد تطبيقه، أن هذا القانون سيعطيه الصلاحية لحكم كاكين وإعدام إخوته. ما يصدمنا توغاشي بأن سهم هالكنبرغ بالفعل اخترق بالساميكو، وهذه المرة لم ينتقل وعي جندي له بل انتقل وعيه هو داخل بالساميكو، أي أنه الآن يستطيع التحكم الكامل بجسد بالساميكو. لكن تبقى المشكلة هي أن الأمير الأول ينتظر منه دليل على أنه قتل نفسه وإلا سيعدمه. فنركز معي هنا لأشرح لكم الوضع. وعي بالساميكو حاليا غير معروف مكانه مثل ما حصل مع شيكاكو سابقا. هناك 4 نظريات عن مكان وعي بالساميكو. الأولى مات ولن يعود، الثانية تبادل وعيه مع الأمير، الثالثة ما زال موجود في جسده لكن لا يستطيع التحكم فيه، والرابعة نقل إلى جسد أو مكان آخر. حاليا الأمير التاسع وعيه أصبح داخل بالساميكو، يعني عنده كل ذكرياته ويستطيع التحكم فيه كليا. أما جسد الأمير فهو في حالة شبه نوم. كيف سيعود الأمير لجسده؟ إذا ما قتل جسد بالساميكو سيعود مباشرة، أما إذا تم قتل جسد الأمير قبل أن يعود وعيه فممكن أن لا يعود أبدا لجسده، أو ممكن أن يتفاعل النين بعد الموت. حسنا، ما هي خطة هالكنبرغ؟ وكيف سيقنع الأمير الأول بموته؟ الأمير الأول قال أنه إذا غادر الرقيب بالساميكو المبنى فسيطبق القانون العرفي مباشرة ويعدمهما. هناك 3 نظريات استطعت إخراجها من الموضوع. أولا سيلجأ هالكنبرغ إلى كايزر، فنحن نعرف أن القضاء سلطة قوية وأن كايزر يريد أيضا إيقاف الحرب، وهذا يتماشى مع هدف الأمير التاسع. كايزر يقول أنه مستعد لدعم الأمير التاسع ما دام سيحمي الأمير فوجيتو. فيذهب كايزر للقاء الأمير بعدما عرف أنه سيموت قريبا. يمكننا تأويل هذه الجملة بطريقتين، يا أنه سيموت حقا باستخدامه المفرط لقدرته، أو أنه سيموت شكليا، أو أنها فقط خطة، وهكذا سيقنع كايزر الأمير الأول. لكن ممكن أن الأمير يخطط لقتل جسده، وهكذا سيحصل على دليل يعطيه للأمير الأول. لكن كيف سيموت شكليا؟ هذا بالتأكيد سيكون بمساعدة كايزر، بما أن الأمير عرف عن استخدامه للنين وطلب قدومه، وبعد قدوم كايزر أعلن هالكنبرغ أن المهمة قد أتمت. إذا لنقل أن بنيامين قبل ببالساميكو ورجع عنده وهو في داخله الأمير التاسع، فهي أنه سيستخدم سلاح الفتاك الذي عند بالساميكو ويقتل الأمير الأول وجسد بالساميكو، وهكذا مباشرة يعود لجسده، أو أنه يفكر في شيء أكبر، لأن قتل الأمير الأول ليس ما يهدف إليه. هالكنبرغ يريد العرش كي يغير من كاكن،
ويريد تغيير النظام، ويعرف أن الحصول على قوة عسكرية يعني تغيير المملكة، ولكي يحصل على هذه القوة يجب أن يكون مستعدا للموت ويضع حياته على المحك. وقال سابقا أن هذه القدرة تفعلت بعدما قبل بقدره، ومتأكد أنها قدرة ستساعده على الفوز بحرب الخلافة هذه، ولهذا هو لن يموت وسيستغلها للفوز. بالساميكو توقع بالفعل أن هاركنبرغ يضع قيدا على نفسه كي لا يخطئ السهم، إرادته القوية للتغيير تجعله أقوى. إذن هو حاليا يستغل هذا الوضع لكي يحكم الخلافة ويصبح الملك، فيا أنه سيستولي على جسد بنيامين ويطلق القانون العرفي ويصبح الملك الجديد بجسد أخوه، خصوصا أنه لن يستطيع التحكم بجيش العسكري إلا إن كان في بنيامين، فهو حاليا سيستغل هذا الوضع لكي يحكم الخلافة. هاركنبرغ سيستولي على جسد بنيامين ويطلق القانون العرفي ويصبح الملك بجسد أخوه، خصوصا أنه لن يستطيع التحكم في جيش العسكري إلا إن كان في جسد بنيامين. لكن تبقى هناك عقبتان. العقبة الأولى هي أن الأول عنده وحش نين وممكن يحميه، وهذا الوحش لم تظهر قدرته بعد، لكنه بالتأكيد حذر جدا. والعقبة الثانية هي أن هل هاركنبرغ يستطيع استخدام قدرته في جسد ليس جسده؟ هل أيضا وحش النين الحامي يستطيع حماية الأمير التاسع وهو ليس في جسده أيضا؟ أنا أرجح أن وحش الأمير التاسع يحمي جسده الأصلي حتى بدون وعيه، لهذا لن يستطيع أحد قتله. أما إذا كان في جسد بالساميكو فسيستطيع استخدام قدرات بالساميكو. آخر نقطة ستكون مرتبطة بشكل أو بآخر مع هدف كرابك الحالي. لا هروب من السفينة حتى ينجو أمير واحد ويعتلي العرش. والأمير كاميلا والثالث طلبوا سابقاً تعريف معنى النجاة من الملك، لكن الملك أخبرهم أن الناجي الوحيد هو الوريث الرسمي للعرش، وطريقة تفسير ذلك جزء من المنافسة. الأمير التاسع وكرابكا فهموا معنى النجاة، وهذا ما سيجعل الأمير يعتلي العرش لينقذ إخوته الصغار ويغير النظام دون قتلهم. إذا ورد في القاعدة أن الموت هو العقوبة لمحاولة مغادرة السفينة أثناء الرحلة، فالمعلومة التي وصلت لكرابكا ستغير كل شيء. إذا ورد في القاعدة أن الموت هو العقوبة لمحاولة مغادرة السفينة أثناء الرحلة، فقد يجد ثغرة أو طريقة لقلب القاعدة. على سبيل المثال سيجعل الأمر يبدو وكأنهم لم يهربوا، لكن فهم كرابكا كان كالتالي. هو قال أن بالفعل هرب من السفينة يعني الموت، لكنه مع ذلك يرى بصيصا من الأمل للأمراء الصغار، وسيطلب الحماية من الكبار أو سيبتزهم لحمايته. خلاصة ما أريد قوله، الهرب مستحيل، لكن إذا استطاع كرابكا حماية الأمراء الصغار بمساعدة الأمير الخامس حتى يعتلي الأمير التاسع أو شخص غيره العرش، فلن يضطر الأمراء الصغار أن يموتوا. وكلامي هذا هو ما أظن أن كرابكا يقصده ببصيص الأمل، فشروط الجرة تعني عدم الهروب فقط، أما النجاة فهي تحتمل الاختباء تحت جناح أمير أقوى حتى يصبح العرش لأمير آخر. وطبعا الأمراء اللي ممكن يحموا الصغار هم الثالث الخامس والتاسع، ولهذا ربطت خطة التاسع بكرابكا. لكن أيضا هناك شيء ثاني قاله كرابكا سابقا ويمكن أن يكون ثغرة لحرب الخلافة. كرابكا يقول أن لابد من وجود مصدر هائل للطاقة لتجسيد وحوش نين الأربعة عشر، وأظن أن المصدر الذي يقصده هو غرفة الكبسولات. فيدعى كرابكا فرضية أن إن تمكن شخص واحد من الانسحاب من المعركة، فمقايضة المخاطر مقابل المكاسب ستنهار وقد تختفي وحوش النن. ما هي المقايضة هذه؟ نعرف في النن أن كلما ارتفع خطر قدرة ما تصبح القدرة أقوى. بعدم ظهور الوحوش الحامية للناس العاديين وظهورها لمستخدمي النن فقط تجعل خطرهم أكبر، إذن هي مقايضة لجعل قوتهم أكبر. المقايدة هذه ستنهار إذا انسحب أحد، لكن سبق شفنا انسحاب هاركنبرغ لم يفيده، وحتى هروب كاتشو وفوجيتسو لم يفيدهم شيء، فما الشيء الممكن إذن؟ ولهذا ربطت خطة التاسع بكرابكا. الأمير الآن مغمي عليه، لكن كايزر عرف الكثير عنه وممكن يعرف خطة الأمير، خصوصا أنه يعرف سر مولد الأمير. آخر مرة قال سينريزو لكايزر أن يخبر كرابكا بكل شيء، وهذه المعلومات ستفيد كرابكا، خصوصا إذا كان التاسع ينوي الاستيلاء على العرش باستخدام بنيامين.
أنا عندي قناعة أن الخلافة ستنقلب ومفتاحها هي كورابيكا والأمير التاسع وكايزر. ممكن الحرب تكون سياسية واستخدام القانون العرفي بمساعدة كايزر سيعني الاستيلاء على السلطة لإنهاء الحرب. الفصل احتوى على صدمة ثانية وهي حقيقة الرسائل وإكمالها. فبعد أن عرفنا أن للأمير التاسع سر لولادته، نكتشف أن أمه الحقيقية ليست الملكة الثانية دوازل، بل هي الملكة الأولى أونما. كما ذكرت في انطباع الفصل السابق، فأولا هناك الشبه الكبير، يعني واضح الأنف، وثانيا اتضح أن الأمير اتصل بها وأخبرها عن خطته المجنونة وهي تدعمه كليا. الواضح أن الملكة أونما طلبت معروف من دوازل كي تحمي ابنها هالكنبرغ من قتل إخوته له، لكن الغريب وكيف تقبل دوازل معروف مثل هذا؟ بالتأكيد هناك مقابل. أول ما فكرت فيه هو أنها غيرت ابنها الأمير الرابع مع التاسع، أي أنهما تبادلا الابنين، لأنها حست بشرور الأمير الرابع منذ صغره، أو أن حقيقة مولده هو ابن بيوند. لكن السؤال الأهم هو لما أونما مهتمة لابنها هالكنبرغ وتريد حمايته على حساب البقية؟ هنا توضح لما الأمير التاسع لم يكن متفاهم مع أمه وأختيه، ولم يتم ذكر أخيه لوزوروس وقتها، ممكن لأنه ليس أخ شقيق لهم وأبوه هو بروكولي حقا. أما علاقته القوية مع الرابع أصبحت منطقية لأنهما يتشاركان نفس الأم. أظن أن أغلب الأمراء يعرفون بهذه الحقيقة، حتى أنها إشاعة موجودة على الإنترنت، لكن يتضح أن الأمير بنيامين لا يعرف عن هذه المعلومة. غريب، خصوصا مع جيشه الكبير والذي يعرف الكثير. كل أمير حصل على نسخة مشابهة للرسالة، لكن أظن أن الأسرار المكشوفة لم تكن هي نفسها. الأمراء الكبار حصلوا على رسائل فيها أسرار عن الأمراء الكبار، أما الأمراء الصغار فحصلوا على رسائل مختلفة. يظهر أن الرسائل تمت قراءتها من الجميع إلى الأمير الثالث عشر الموجود في وقت ثاني، الأمير التاسع المغمي عليه، والأمير الرابع الذي لم يهتم لها وقال ارموها في الزبالة. أميري لا يهمه شيء غير تعلمه للنين. وهنا تأتي خطة كورابيكا بعد شعوره ببصيص الأمل. فلنتذكر أن سينريد أرسلت رسالة خاصة للأمير التاسع ولكورابيكا غير عن الرسائل الأخرى، إضافة إلى معلومة الخلافة لا يمكن لأي من الأمراء مغادرة سفينة ما لم تنتهي الحرب. وهنا يستخدمها كورابيكا لاكتشاف الطريقة، لكن قبل ذلك يريد كورابيكا كشف الرسائل الأخرى لحراس الأمراء، لكن لما سيكشفها لهم إن كانوا حصلوا بالفعل على واحدة مشابهة؟ يقول كورابيكا لثلاثة أسباب: أولاً لأن رسائل الأمراء الكبار تفتح أسرارهم لبعضهم، والصغار لا يعرفون بذلك، وهو الآن يريد أن يعرف الجميع محتوى الرسائل. كما قلنا فهو يريد مجدداً وضع حالة هدنة بين الأمراء الكبار والصغار. السبب الثاني هو نشر مشاعر كاتشو على أمل كبح جماح الحرب. والسبب الثالث هو أن الإعلان ممكن يكسبهم الاقتراب من بعض الأمراء ومحاولة مفاوضتهم لعدم كشف أسرارهم، وأظنه يقصد هنا الأمير الأول والرابع. منطقيا النقطة الثالثة لا يهتم لها لا الأول ولا الرابع، وممكن حتى الثانية. أما الثالث فهو الآن في حيرة من أمره ولا يعرف قدرة وحشه الحامي وفائدة عملاته، ولهذا يطلب مساعدة كورابيكا. أفضل دروس مع الأستاذ كورابيكا ستعود الفصل القادم، دروس النين، والتي ستعود إلينا بالأغلبية الصامتة، كشف الرسائل، تدريب نين جديد، وأهم شيء وجود لعان من حراس كاميلا والتي ستستهدف الأمير الرابع عشر وابل. وهنا سنرى إن كانت الأغلبية الصامتة ستحميه أم أن وحش النين خاصته سيظهر ويحميه. كورابيكا سيلتقي مع الثالث وممكن نعرف قدرة وحشه أخيرا. أما سينريدو فأظن أن لقاءها مع الأمير الرابع سيحين الأسبوع القادم مع الفصل 404. إن شاء الله سأحاول نشره أبكر من هذا الأسبوع وأعتذر عن تأخري. اكتبوا لي نظرياتكم عن الفصل وسأحاول قراءته في مقطع خاص، وتابعوني في تويتش، هناك أقرأ الفصل أسبوعيا بالتفصيل ونناقش. أراكم في مقطع قادم. جانيه.